هلا وصلنا للوظيفة الإفرازية لجهاز الضم، حكينا على الوظيفة الحركية، خلصناها واشبعناها دراسة، خلص ختمنا شيء اسمه وظيفة حركية، خصوصي إذا أنت حضرت كمان فيديو المراجعة بعد كل شيء شرح، حضرت كمان بعد فيديو المراجعة ثبت الأفكار، لازم تكون انختمت عندك. هلا بعد الوظيفة الإفرازية، الوظيفة الحركية كانت تقريبا بتشكل من بداية الفصل لنهاية الوظيفة الحركية تقريبا نص الفصل، ضل لي لسه ثلاث وظائف، إفراز، هضم، امتصاص، هذا الامتصاص شغلتهم يعني ما في شيء كثير بده فهم. في مصم، مصم موجود اكيد وفي حفظ يعني نوعا ما، ولكن شغلتهم اثنيناتهم سوا بحدود ثلاث صفحات. وظيفة الافرازيه حسب حكي السنوات السابقه دائما الطلاب بالنسبه لهم هي اغلى فقره بالفصل، وظيفه الافرازيه كثير فيها حكي، ولكن ما صعبه اطلاقا، مثل ما خلصنا وظيفه حركيه وفهمناها وكله تمام، هون نفس الحكي تماما، رح تطلع انت من الفيديوهات حافظ وفاهم كل كلمه، بتروح بتبصم ولحاول اكرر لك قد ما بدك، ولح ارجع لك فيديو مراجعه بخص الوظيفه الافرازيه ككل. فبدي ترفع لي تركيزك ألف، خليك تتميز عن غيرك، كله رح يلاقيها غليظة، كله رح يلاقيها صعبة، رح يبص ما ينساها بعد يومين، ركز أكثر بحيث أنت تحفظ عن فهم لحتى تطلع معك أطول مدة ممكنة، ووقت المراجعة تستفاد أكثر، تمام؟ إذا بدي بالوظيفة الإفرازية يكون تركيزك ألف بكل كل دقيقة من الفيديو. بالبداية بدنا نحكي عن الوظيفة الإفرازية، الوظيفة الإفرازية بكل بساطة إنه في عندي مجموعة غدد، في عندي نسيج غدي، في عندي خلايا غدية عم تفرز لي مفرزات عم تساعدني بهضم الطعام، الشغلة مو بس حركية. شو الغدد الموجودة بأنبوب الهضم؟ في عندي غدد مفرزة للمحاضرات الخلية المفردة اللي هي شو؟ الخلية الكأسية goblet cell، خلية مفردة تفرز المخا، تمام؟ اسمها goblet cell، ممكن بيختلف مثلا اسمها من محل لمحل، يعني مثلا بالمعي الدقيق سميناها غدد برونر، تمام؟ فمهم انه هي غدة مفردة تفرز لي المخا. الغدد الأنبوبية العميقة، تمام؟ اللي توجد في المعدة والأفرج. بكل بساطة عندي أيضا مفرزات هضمية تنفرز من يعني من خلايا متخصصة جوات المعدة، جوات كذا، في عندي خلايا مسؤولة عن تفرز لي إنزيمات مولد البيبسين بالمعدة، في عندي خلايا بالأفرج مسؤولة عن إفراز هرمون كذا، هرمون كذا. ففي عندي هرمونات، في عندي مفرزات هضمية تنفرز من غدد جوات الأنبوب الهضمي، تمام؟ إذا في عندي مخاط، في عندي مفرزات من غدد موجوده ضمن مخاطيات العفج والمعدة. في عندي الغدد المركبه، شو الغدد المركبه؟ حكينا عن اول فصل، الغدد الملحقه بانبوب الهضم، لعابيه، كبد، بنكرياس، واللعابيه عندنا ثلاث انواع، تحت فك، تحت لسان، والنكفيه اذا بتذكر، تمام؟ اذا هو بكل بساطه غدد انبوبيه عميقه موجوده جوات المعده والعفج، غده مفرده تفرز لي المخاط، وغدد ملحقه اللي هي الكبد، البنكرياس، والغدد العادي. كالعادة إجباري مثل ما الوظيفة الحركية خضعت لمراقبة الهرمونات والعصبي، كان في ضبط هرموني ضبط عصبي، نفس الحكي هون، كان ضبط هرموني وضبط عصبي إجباري موجود، تمام؟ ولكن ضبط عصبي ما جابوا لك سيرته، ما حكوا لك عنه، هنيك حكوا لك ضبط عصبي وضبط هرموني، ولكن رح أرجع أقول لك إنه المنعكسات الثلاثة اللي مرقت معي اللي ما جاب لك سيرته بس جاب لك منعكسات، ثلاثة منعكسات اسمها منعكسات هضمية، مثل ما ساوت لوظيفة حركية لا وظيفة هضمية لا وظيفة إفرازية كمان. كان إذا بتذكر قلت لك هون أنا من عندي لحتى تفهم شو عم يصير، كان في عندي منعكس ضمن الجملة، ضمن جملة المعي، ضمن الجملة المعوية، كان المعكس الثاني بيطلع من المعي لعند العقدة وبيرجع لأنبوب الهضم، المعكس الثالث بيطلع من المعي على الجهاز العصبي المركزي نخاع شوكي أو جزء دماغ، بيرجع بينزل لأنبوب الهضم. كانوا هول ثلاث منعكسات ثلاثة يضبطوا لي الوظيفة الحركية، ورح يضبطوا لي أيضا هون الوظيفة الإفرازية. خارجي بس تفهم، هلا شوف بعد شوي إفراز مثلا المعدة، في شغلات بالكتاب شوي مبهمة، لما تفهم المنعكسات تضبط أمورك. ضبط هرموني حكى لك عنه، إنه أنا عندي مجموعة هرمونات تفرز من ضمن أنبوب الهضم، تمام؟ بتضبط لي موضوع، بتأشرف لي على مفرزات الخلايا، تمام؟ يعني هدول مو مفرزات هضمية، هدول شغلتهم يضبطوا لي المفرزات الهضمية، تمام؟ يعني انا شغلتي على المفرزات، هرمونات هي بتضبط المفرزات، تمام؟ الهرمونات لما تفرز بتعمل لي حويصلات افرازيه كالعاده، مثل اي خليه ناقل عصبي بدها تعمل او تعطيني هرمون بتعمل له حويصل افرازي، بتحط فيه هرمون، بتحط فيه ناقل عصبي، لما انا اكون بحاجته بحرره، مو لما انا بحاجته ما في عندي بقعد اركب اعطيه، لا بخزنه بعمله بحطه بحويصل، صار وقت الحاجه اجاني تحريض معين بفرز هذا الهرمون، تمام؟ شو هي الهرمونات الهضميه يلي بتضبط لي الوظائف الافرازيه؟ نفسهم غاسترين، سكريتين، سي سي كي، كولي، سيستوكين، مثل ما رح تحفظهم اول مره، كولي، سيستوكين، ما عرفت تحفظهم سي سي كي، جي اي بي اللي كان البكتيد المثبط المعدي والهستامين.
بصراحة هن لهم وظيفة حركية مثل ما لهم وظيفة إفرازية، بس بالحركية جا أحط لك بس هدول الاثنين، ولكن كلهم لهم وظيفة حركية وإفرازية، تمام؟ الإسلامي ما له وظيفة حركية. هذا حكي بس نحن نلتزم بالكتاب، الكتاب وظيفة حركية حط لي هدول الاثنين، الإفرازية حط لك إياهم كل هدول. هلا هدول يلي بيضبطوا، طيب شو المفرزات الأساسية؟ شو المفرزات يلي بتفرز؟ هي اللي شغلتها بتضبط؟ بالأساس عندي شيء اسمه مفرزات الهضم، بتتكون من أكيد رح تتكون من مخاط أول شيء، رح تتكون من ماء شوارب إلى آخره، رح تتكون من إنزيمات هضمية، رح تتكون من مخاط. المخاط انتبه لشغلة إنه المخاط بيفرز بكل على كل سبيل أنبوب الهضم، كل أنبوب الهضم في عندي خلايا كأسية تفرز المخاط، بالبلعوم، بالمري، بالمعدة، بالأمعاء دقيقة غليظة، تمام؟ كل أنبوب الهضم في عندي خلايا كأسية باختلاف اسمها، في نسميها غدد برونر، في نسميها اي شيء، ولكن هي غدد مفرده عم تفرز لي المخاط، تمام؟ اذا كل الانبوب الهضمي بركز بفرز لي المخاط. في عندي انزيمات هضميه، مو كل الانبوب الهضمي بفرز لي افرازات هضميه. ليش؟ مثلا عندي بس بالمعده والعفاش، هلا رح نشوف المريء ما عندي انزيمات هضميه بالمريء، عندي فقط مخاط، تمام؟ اكيد ما راح اهضم بالمريء، راح افرز مفرزات هضميه اساسا، يعني هو عباره عن طريق بس المريء لحتى يوصل لي من البلعوم للمعده. إذا الأنزيمات الهضمية مو معظم الأنبوب الهضمي مو كله بمناطق معينة، المخاط كل الأنبوب الهضمي في عندي مخاط بالأنبوب الهضمي، عم يقول لك إنه يتكون يعني المفرزات الهضمية فيني نسميها عصارات هضمية، بتتكون من شوارب، ماء، أنزيمات هضمية إلى آخره، كله هذا يعني ما مضطر تحفظه لأنه كلياته رح يحمل مناظر يعني على مدار كل شيء مفرزات رح تفهم على الحكي. فمثل بلاكات قراءة، مثل ما بلشنا الوظيفة الإفرازية بملخص، وظيفة الحركية عفوا بملخص، بعدين فهمناهم وصاروا بطاطا، نفس الشيء عم بلشنا بملخص بعدين بلشنا، فانت هو بتقراهم خلص إفرازية كلياتهم صاروا بالنسبة لك، اكيد رح تكون ماء وشوارب، رح تشوف الانزيمات باختلافهم، رح تشوف المخاط و الى اخره. وعم يبلش لك انه عندي انا المفرزات، بتبلش من مفرزات لعابية، مفرزات مريئية، مفرزات معدية، مفرزات معوية دقيقة، مفرزات معي غليظ، مفرزات كلياتهم هو اللي حمروا معنا ضمن نفس الفصل، مفرزات بنكرياسية، مفرزات كبدية، هون اسمها صفراوية، تمام؟ الكبد اسمها الكبد اسمها صفراوية، بنكرياس اسمها عصارة بنكرياسية، كله رح يمروا معنا ضمن نفس الفصل. إذا ما هي الفقرات عبارة عن قراءة كمقدمة لحتى تفوت بالوظيفة الإفرازية. هلا رح أحط لك أنا جدول رح يختصر عليك شوي من اللي مضى وكثير من اللي جاء، لازم هذا الجدول يكون محطوط عندك بالكتاب، آخر صفحة بالكتاب، في فراغ من الصفحة أو الصفحة اللي بعدها فراغ كامل بالكتاب أو أي محل أو اكتبها على ورقة فرزها، اعمل اللي بدك. هذا جدول كثير مهم لحتى يضبط لك تبطل تنسى موضوع الهرمونات، تمام؟ هرمونات شو اللي بتضبط؟ مو هرمونات الهضمية او مفرزات هضمية، هرمونات اللي بتضبط هدول، تمام؟ الجاسترين، سكريتين، سي سي كي، كوليسيتوكينين والبيبتيد المثبط المعدي. مكان الافراز كل واحد شو بياثروا لي على الحركيه؟ نحن اذا بتذكر بالحركيه ما حكيت على شيء بيزيد بيحرك بينقص الا على المعده. معي دقيق مع غليظ شو حكيت؟ حكيت بس شو بيصير. ما حكيت انه بيضبطوا والله بيقللوا والله كذا والله كذا، ما حكيت. افراز المعدة، افراز البنكرياس، افراز الهيكل الصفراوي، والهستامين هو مذكور مره واحده بس بالكتاب بذات حطيته على جنب. بالبدايه الجاسترين، من وين بينفرز؟ الجاسترين بينفرز من غار المعده اللي كان عند الاتصال، غار بوابي عند اتصال نهايه المعده مع البواب اللي كان هو عباره عن دسام بين المعده والعفاش. بينفرز من غار المعده لما يكون في عندي تحريض ميكانيكي او تحريض كيميائي، رح اشوفه بعد شوي. وصلت اللقمه، تحسست المستقبلات تفرز لي هرمون الجاسترين. وصلت اللقمة تحسست كيماويا في عندي بروتين تفرز لي جاسترين، تمام؟ إذا بيفرز من المعدة بحالة تحريض كيميائي أو ميكانيكي. بينفرز أيضا من العفاش بداية أول قطعة من المعدة الدقيقة أو الاثنى عشري لما يكون تركيز البروتينات عالي. السكريتين بينفرز من مخاطية العفاش لما تكون حموضة الكيموس عالية. سي سي كي كلها مخاطية العفاش. الجاسترين مخاطية عفاش مع مخاطية المعدة. مخاطية عفاش لما يكون الدسم والبروتينات عالي. الجي اي بي مخاطية عفاش اساسا ما جاب سيرته بكل الكتاب، ما حط لك سيرته الا انه هو بيضبط لك، ما كتب لك شو بيعمل، وانا ما رح اكتب لك، ما رح ضايع بحيك، بلا ما يجي سؤال بصمي يكون هو صحيح علميا اربع خيارات ولكن بيكون اللي كاتب السؤال ما انا مطلع ولا بيعرف شو بيعمل الجي اي بي، خلص مسك الكتاب حط شاف ثلاث خيارات، حط ثلاث خيارات، حط رابع خيار من عنده كيف ما كان بدون ما ينتبه اذا صحيح ولا خطا، مثل ما صار السنه الماضيه. شو بيأثروا لي على الحركية؟ حكينا أنا بالحركية أنا ما شو بتصيرك غير موضوع المعدة. بالمريء كمان قلنا إنه الجاسترين بيزيد لي حركية المريء، هي تمامها، هي زائد مريء.
كان المعصره بسكره تمام، فكيف بحط لك اياها؟ اي حط لك اياها بين قوسين، مري زياده الضغط، بزد لي الضغط بالمعصره المرئيه السفليه لحتى يمنع عوده حموضه الكينوس او الاصار الهضمي تمام اللي تبع المعده. السكريتين ما جاب لك سيرته، مع العلم انه هو بيثبط حركيه المعده بس ما جاب لك سيرته، وانا ما راح اكتب لك اياه. ليش؟ لانه السنه الماضيه مثل ما قلت لك جاب كل ما يلي ياثر على افراغ المعده ما عدا، فجاب ثلاث خيارات صح مثل ما هي مثل ما قلت لك حموضه كينوس جاسترين وخيار ثالث صحيح، جاب له سكريتين، فرجوك سكريتين لانه موجود بالكتاب، ولكن هو مثل ما قلت لك احط لك هون يمكن نسيت احطها بالفيديوهات الماضيه، احط لك اياها بالمحاضره عندنا محاضره الدكتور عبد الوهاب شلال، سكريتين بيثبط افراغ المعده، ولكن احنا بنلتزم بالكتاب بنتصل بشكل بسم الكتاب، بجوز الكاتب سؤال ما بعرف اذا انتبهوا له صلحوا ما بعرف، بحثت بالمراجع في مرجع كاتب انه يعني من المحتمل انه ياثر على حركيه المعده لسه مو معروف، فخلص احنا بنلتزم بالكتاب، شو بكتب كتابه؟ بصوم ما بعرف شو سي سي كي شو بدك سيرته؟ لما تزداد لما الكينوس يكون فيه كثير دسم كثير بروتينات مخاطية يطلع فشكان تفرز سي سي كي بيضبط لي الفراغ المعدي، لما اقول لك الحركيه فراغ يعني زياده فراغ، زياده الحركيه المعدية زياده الحركات الموجية تمام؟ سهله. جي ار بي ما جبت سيرته مع العلم انه بيضبط الحركه المعدية، ما جبت سيرته بعد اكتب لك اياه ولا تحفظه. هلا المفرزات، عندي افراز معدي، افراز بنكرياس، عندي افراز كبد اللي بيعطيني بحطه بالحوسه الصفراوي، الحوسه الصفراوي بيفرز رح نشوفه بعد شوي، في عندي افراز معوي، بس المعوي ما جاب لي سيرته، شو اللي بيحرك شو اللي بيقلي. افراز المعده بالبدايه نحن كان الفيديو الجاي، جاسترين زياده، سكريتين تثبيط، تمام؟ هدول الاثنين تثبيط ما جاب لك سيرته، حلو هالحكي قابل. افراز البنكرياس كلياتهم بيزيدوا لي افراز البنكرياس. افراز الحويصل الصفراوي مو موجود ضمن هذا الفصل، موجود ببدايه فصل 11، فانا جمعت لك اياه. الجاسترين ما له علاقة، الجي اي بي ما له علاقة، له علاقة بالمعدة، خلص خلصت منه، هذاك مو جايبين سيرته بالمرة غير يعني بس احفظ انه بيفرز بخطيط العفاش، تمام؟ يعني إذا حاب يجيب لك سؤال فهمي انه اسمه مثبت معدي، فهو بيثبط الإفراغ، بيثبط الحركية، وبيثبط إفراز المعدة، ولكن هي إذا جاب، إذا ما جاب بصوم اللي بكتاب. إفراز المعدة الصفراوي بس السكريتين والكوليسيستوكينين بيزيدوا لي إفراز الحويصل الصفراوي. حلو هالحكي مع العلم كمان هون الكوليسيستوكينين هو اللي بيزيد الحويصه الصفراوي مو الاثنين بس بالفصل 11 حطيت الاثنين فخلص محفظ مثل الموجود بكتابك يعني جاب لك خيارين اي زائد بي اختار اي زائد بي حلو هالحكي حلو لسه مو جايب لك سيرته غير انه هو بيزيد لي افراز المعده بس يعني هون افراز المعده بس هذا الحكي اللي جاب لك اياه بكل الفصل عن الهستامين الهستامين هو موسع وعائي بيخفض لي الضغط خدناه في الفصل 6 رح اشرح لك ليش بيزيد لي الافراز بس نوصل للمعده الفيديو الجاي مو فيديو جاي بعده تمام اذا هي هذا الجدول ضل معك كل ما تضل معي معلومه انا ضمن نفس الفصل رح اذكرك فيه لهذا الجدول تمام لازم يضل عندك كثير رح اسهل عليك الفصل كثير رح تشكرني عليه بالمراجعه باسبوع الماده ايمت مكان هذا مساعد لك مراجعه سريعه لوظيفه الافراز يعني الوظيفه الافرازيه شو الشيء اللي بيفرز لي ضمن انبوب الهضمي عندي غدد مفرده على طول انبوب الهضم هي غده كأسيه خليه كأسيه اسمها تفرز لي المخاط عندي غدد انبوبيه عميقه موجوده بالانبوب الهضمي ولكن مو بكله مثل العفش والمعده وعندي الغدد الملحقة لعابية بأنواعها الثلاثة وبنكرياس والكبد. في عندي ضبط إجباري لهي إفراز الهرمونات، في عندي ضبط، ضبط عصبي وضبط هرموني، العصبي ما جاب لك سيرته ولكن هو موجود بينهم انعكاسات الهضمية الثلاثة اللي حكينا عليهم، موضعية للجزء للعقد بترجع للجهاز المركزي وبترجع. ضبط هرموني بيتم من خلال هرمونات تفرز من مخاطية الأنبوب الهضمي شو هن؟ جاسترين، سكريتين، كوليسيستوكينين والبيبتيد المثبط المعدي والهستامين. حكينا انه بحطوا لي ضمن حويصلات افرازيه وبيفرزوه وقت الحاجه. طيب شو هي المفرزات الهاضمه؟ فيني نسميها عصارة هاضمه مكونه من سوائل، مكونه من شوارد، مكونه من انزيمات هاضمه، مكونه من مخاط. المخاط بيفرز على كل انبوب الهضمي، في عندي غدد مخاطيه تفرز لي المخاط. اما الانزيمات الهاضمه مو كل هي بعضها مثل المعده والعفاش مثلا، عندي عصارات تجي لي من الكبد من البنكرياس. إذا عندي عصارات معدية، إفرازات معدية، إفرازات معوية، إفرازات مرئية، إفرازات لعابية، إفرازات بكترياسية، إفرازات كبدية، إفرازات معي غليظية، كلياتهم شوي معي غليظية، أمعاء غليظة، إفرازات معي غليظة، أمعاء غليظة، رح نشوفه كلهم على مدار الفصل. ملخص لهدول كلياتهم كل شيء رح يحبر معي ضمن نفس الفصل عن هدول الهرمونات، الجاسترين مكان إفرازه من مخاطية المعدة نتيجة التحسس الكيميائي أو تحريض كيميائي أو ميكانيكي، ومن العفاج عند زيادة البروتينات. السكريتين عند زيادة بيفرز من العفاج عند زيادة حموضة الكينوس لما يكون الكينوس فيه دسم بروتيني كثير فالعفاج بيفرز الكوليسيستوكينين
لما جي اي بي يفرز من خطيه العفج وما جلس يطول مره. شو بيأثروا لي على الحركيه؟ الحركيه المعده جاسترين بيفرغ لي اياها، جاسترين ليك ليك شو قديش مطيه، كل شيء مع كل شيء بيفرز، كل شيء بيحرك، كل شيء بيزيد، تمام؟ بيزيد لي الضغط بالمصل المريسي فيه، بيزيد لي حركيه المعده، بيزيد لي افراز المعده، بيزيد لي افراز البنكرياس. السكرتين له على حركيه المعده بس ما جبنا سيرته، اذا عندي سي سي كي على حركيه المعده، افراز المعده سكرتين، اذا تعاكسوا مع بعضهم، اثنيناتهم بيفرزوا من خطيه العفاج، واحد عنده الحموضه، واحد عنده بيصم البروتينات، واحد بيحرض بيصبط لي افراز المعده، واحد بيصبط لي حركيه المعده، طبعا هذا حسب كلامك. افراز البنكرياس كله بيزيد افراز البنكرياس، افراز الحواس الصفراوي، السكرتين والكوليسيتوكينين والهستامين بس بيزيد لي حركيه المعده، قلت لك تذكر انه بيزيد لي الضغط المعصم المرئي السفليه هو الجاسترين لحتى يسكره ويبطل يصير في عندي قلص وترجع ارتداد الحموضه المعده على البريء وتخرب اياه، تمام؟ هيك خلصنا الفيديو.